الذي لم يعرف أحاديث العترة سيرة العترة هل يمكنه أن يتمسك بالعترة كما ينبغي النتيجة شنو ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا إحنا عندما لم نعطي للقرآن مرجعية وما جعلنا للعترة مرجعية شنو معناته؟ معناته اما نعمل باجتهاداتنا او نتلقى من المجتمع، واحد من الاثنين. احنا نجتهد اجتهاد يعني نظريات ننسجها في المجال الاجتماعي، في المجال الاخلاقي، في المجال الديني، او نتلقى من المجتمع، احنا نعيش في مجتمع معين هذا المجتمع يكون ملاكا لنا وهذه الاجتهادات البعيدة عن القرآن والعترة وهذا التلقي من المجتمع البعيد كثير منا عن القرآن والعترة معناه الظلام الضلال يعني التيح القرآن الكريم يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا الآن كم مليون عانس أكو في بلادنا عشرات الملايين أرقام مهولة ليش؟ للابتعاد عن القرآن والعتره الله يقول وانكحوا الايام منكم هاي مفردة طبعا مفردة صغيرة وَأَنْكِحُ الايام منكم احنا نقول لا كم أيم اكو الان في بلادنا الرجل الذي لا زوجة له والمراه التي لا زوج لها الله يقول وانكحوا ماكو عندنا في الثقافه معينه عمر معين وضعناه شرائط معينه النبي صلى الله عليه واله يقول اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، احنا عندنا مقاييس ثانيه. النبي صلى الله عليه واله يقول خير نساء امتي واقلهن مهرا. 500 درهم، النبي صلى الله عليه واله تزوج جميع نسائه بمهر السنه 500 درهم. وفي بالي ان كل ائمه اهل البيت صلوات الله عليهم هذا كان مهرهم. احنا ثقافه مهر السنه ما عدنا النتيجه شنو؟ ملايين العوانس في البيوت. هذا اي ظلم حقيقه. اي ضلال هذا، هذا مو ضلال؟ الله تعالى يقول وامرهم شورى بينهم في غير المنطقة التي فيها نص، كل أنظمتنا السياسية الحاكمة على مر التاريخ ابتعدت عن هذه الآية الكريمة، وامرهم شورى بينهم، غير قضية الإمامة، النبوة والإمامة بالنص. احنا مو كلامنا في منطقة النص الإلهي شو رأيكم ولذلك احنا نعيش في التخلف ونبقى في التخلف الغرب إنما تقدم بعض التقدم لأنه أخذ بجانب من جوانب هذه الآية قانون الشورى قانون الحريات قانون الأرض لله ولمن عمرها قانون من سبق إلى من لم يسبق إليه أحد فهو أحق به كل هذه القوانين ملغاة إحنا نقعد نفكر كدول وكمجتمعات وكأفراد نعمل بآرائنا قال الله وأقول الله يقول بكروا في الزواج احنا نقول لا الله يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله احنا نقول منيه من الله يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه على لسان نبيه احنا نقول لا الله يقول لا تبقى امرأة واحدة بلا زوج احنا نقول لا هذه المشكلات اللي تعج بها المجتمعات امرأة زوجها يموت وهي شاب المجتمع يفرض عليها أن تبقى إلى آخر عمر هشك هذا أي نوع من الضلال في الواقع والضياع في المجتمع أربعين عام خمسين عام يجب أن تبقى وحدها تحت ضغط هذا المجتمع الضال الإمام الباقر على ما أتذكر يقول ما أحب أن لي الدنيا وما فيها وأنا أبيت ليلة واحدة بلا زوجة شوفوا في تاريخ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أي مرأة زوجها يموت كان يتزوجها شخص آخر ولو هذه القضية قضية عرضية ولكن لان هاي المشكلة مشكلة حادة في مجتمعاتنا الشيخ جعفر كاشف الغطاء هذا العالم الكبير كان يأتي إلى بحثه بحثه العلمي شاب جاي من اصفهان يقال له الشيخ محمد تقي شاب غريب في النجا في يوم من الأيام كاشف الغطاء يقول له لهذا الشاب الغريب هل عندك زوجة؟ يقول له من يزوج فد واحد غريب فقير؟ فيقول الشيخ جعفر كاشف الغطاء لتلاميذه أنت قعدوا هنا ثم يصطحب الشيخ محمد تقي إلى بيته ويقول له أن عندي بنتين بنت في غاية الجمال وبنت في غايه الكمال انتخب احداهما هذا من اكبر العيوب عندنا شايفين فد واحد اذا شاب فد شاب مؤمن متدين يقول تعال انا عندي بنيه بالبيت تعال اخطبها شايفين لا احنا عندنا فذهنيه معينه افكار معينه انتخب إحداهما فقال الشيخ محمد تقي انتخب التي في غاية الكمال بعدين رجع إلى البحث وزوجها منه بعد أخذ الموافقة من البيت الثقافة القرآنية ثقافة ثانية غير ثقافتنا إحنا أصلا نعيش في عالم آخر ثقافة أهل البيت ثقافة ثانية إحنا نعيش في عالم آخر النتيجة شنو لن تظلوا بعدي أبدا الضلال الضلال السياسي الضلال الاقتصادي الضلال الاجتماعي الضلال في كل الأبعاد حكوماتنا في ضلال مجتمعاتنا في ضلال أفرادنا في ضلال طبعا لا نقصد الجميع الصبغه العامه ما ان تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي ابدا